Başkanı Efendi Yılmaz Urbeni'yi. Hepsiz A. Erdiniz de çok çok respond. اي ديجنريشن في الجوينت في الليجمنت 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 في الجوين
بعد شويه يقول له رفع شديد خليناها بكده. دي خليناها بكده اي ديجنريشن في الرئه بتاعت السبانال كورد بنقول عنها حاجه اسمها سبونديوزز. وعلى هذا الاساس اتفقنا الديسك روتيشن. الديسك روتيشن يعتبر نوع من انواع السبونديوزز. والديسك روتيشن زي ما اتفقنا بيبقى ريجيشن في النيوكليس والبوزس من خلال انيوكليس ايه؟ فايبروزس ارنيتد وطلعت. وغالبا لما الديسك بيرنيت تعملي لاترال او بوست لاترال، فعشان كده غالبا بتضغط على تيرم فروت واحد. مفيش غير حاله واحده بس ان الديسك بيرنيت بوستيريور. فلما الديسك بيرنيت بوستيريور بيظهر على الكوداك بوينت روتس كلها ويبتدي يعمل كيلو مانيفستيشن حاجه اسمها كوداك بوينت ايه؟ ليجن. بعد كده في حاله الديسك بيرنيشن كان في شويه اسئله كده في الام اس كيو مهمه يعني. اكتر حاجه فيها ديسك بيرنيشن لامبر ولا سرفايفر ولا سراسك؟ لامبر. واكتر ديسك بيرنيشن في الدنيا الديسك ما بين كام وكام؟ قال اربعه قال خمسه. يعني مين؟ لا يعني قال خمسه واس واحد. يعني قال خمسه وايه؟ واس واحد. بعد كده السرفايفر لو استخدم موست كومن سايت ديسك بيرنيشن والموست كومن سايت والسرفايفر ديسك بيرنيشن انا اللي كنت بهزر معاكم واقول لكم اربعه خمسه بعديها كام؟ سته سبعه. موست كومن سايت والسرفايفر ديسك بيرنيشن سي 6 اي سي 7. وبعد كده قلنا لما عندي جيو ديسك ريديشن المين بريزنتنج سيمبتوم الديسك ريديشن از لور باك بين. وده بقى ان اللي عنده ديسك ريديشن غالبا هيبقى عنده لور باك بين سواء في ضغط على الروس سواء ما فيش ضغط على الروس، عشان الديسك ريديشن بيعمل زي كرونيك انفلاميشن كده وانفلامات الميديتورز. فانا هيبقى عنده حاجه اسمها ايه؟ لو باك بين. خدنا كلمه لو باك بين من هنا ورجعنا بالظبط على حاجه مهمه قوي 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 جت ليها بي وبرضه ممكن تيجي لكم بيحبوها قوي قوي قوي. ايه الريد فلاكس بتاعت الباك بين؟ يعني ايه كلمه الريد فلاكس بتاعت الباك بين؟ يعني ده باك بين انت ملاك. ده باك بين كده حاسس ان العيان عنده مالينسي، حاسس العيان عنده ايه؟ فراكشر. او حاسس العيان عنده ايه؟ انفكشن. يعني فورس مثلا. حد فاهم حاجة؟ فكلمة ريد فلاج يعني باب بين مش عارف. الريد فلاج قلت دايما اتفقنا هنا كان ليها كريتيريا وما قالتهالكم. أول حاجة يبقى العيان أقل من 20 أو العيان أكتر من كام؟ 55. ده سر إيه؟ ده سر إيه؟ أو إن العيان يبقى عنده حاجة اسمها نار ميكانيكال بين. النار ميكانيكال بين يعني بين أتوات رفت. أول بين ده يبقى صلاصة. ليه البيت ده بس واصل؟ لان يعني كل اللي في البيت اللي عندهم ديسك هرنيشن كل اللي في البيت، بابا وماما في البيت اللي عندهم ديسك هرنيشن، يا ايه بيوجعهم يا ايه بيوجعهم؟ يا ضهرهم بيوجعهم يا بطن. يا ربيتهم بيوجعهم، ما سمعناش عن بابا وماما في البيت ضهرهم بيوجعهم من هنا. ويكون عندهم ثلاثك ايه؟ بين فده يبقى ايه؟ ايه برضه الايه؟ لو العيال كان عنده ايه؟ سيجنفكت تروما. دي تروما جامده. تروما جامده هتبتدي شغل ده من ديسك هرنيشن، تروما جامده هتبتدي شغل ده بطن. فراكشن. ريد فلاج برضه لو العيان كان عنده هيستوري كانسر. ريد فلاج برضه لو كان العيان عنده سيستميك سيمبتومز يعني فيبر اندريكسيا دي باليز. ابتدي اقلق برضه لو العيان كان عنده سيفير او بروجريسيف نيورولوجيكال ديسوردرز. يعني الدنيا ماشيه بسرعه، ايه اللي ماشيه الدنيا بسرعه؟ دخل بقى في كونتراست. المفروض العيان عنده يبتدي يديله ديسك ريجيشن عشان ديسك ريجيشن ده يوصل لمرحله يعني بقى كونتراست او سيكسوال ديسيرفس مثلا سنتين ثلاثه. لا الدنيا مشيت بسرعه، احتمال يبقى تيومر، احتمال يبقى ميتاتيسيس، تمام؟ برضه الريد فلاجز لو العيان عنده ستراكشر ديفورم. مين خدناه مثلا كان بيعمل ستراكشر ديفورم فيه؟ اوبس، تمام؟ برضه لو في برومبت يوز اوف كورتيكوسترويدز عشان ده بيعمل نظريه ايه؟ فراكشر. الحاجه اللي انا مش عارف افسرها ليه يعني؟ قال لك هم من ضد الريد فلاجز يعني لو العيان كان اتش اي في، لو العيان كان عامل دراج ابيوز، الله اعلم ايه بقى؟ هل انه كومبرومايز؟ هل ده بيعمل تيومرز؟ قال لك لو العيان كان عنده ايسو مينيموم سبريشن او اتش اي في او دراج ابيوز، فده يعتبر برضه وقت ايه؟ ريد فلاج. تمام؟ فانا بقيت كام ريد فلاج؟ 9 و10. انتوا فرضتوه 14 على الاول. دي مهمة
تلاقوا صغيرين في المجتمع بتاع خالص، هتلاقوا صغيرين في المجتمع بتاع خالص، الحته بتاعت مين؟ ريدي فلاجز. المهم العيال اللي بتنزل في سيمتوم باك بين وخدنا 10 او 9 ريد فلاجز مهمين قوي يعني. العيان برضو من ضمن الحاجات كديسك برولابس، اول ما العيان يوم يتمشى كده لازم ظهره يقفش. ليه ظهره بيقفش؟ عشان ساعات الديسك برولابس يروح ضاغط على مين؟ على النيرف روس، فتلاقي ظهره ايه؟ قفش. زي ما كنا بنهزر ونقول سليمان غانم في الليالي الايه؟ الحلميه. والعيان ساعات بيمشي سكوليوتك، العيان بيمشي سكوليوتك عشان خاطر يبعد الديسك ويضغط على الايه؟ على الروس. المهم بقى في حته الديسك بروبس دي هناخد الموست كومن سايت. الموست كومن سايت طبعا هو قال 4 ليه؟ قال 5. وهتلاقوا برده في المندمه بتاع الباص اسئله كتيره على حته مثلا عن عنده ديسك بروبس في الحته دي يبقى عنده ايه؟ لا العيان عنده ديسك بروبس في الحته دي بيبقى عنده مثلا ايه؟ ما عندوش ايه؟ هتلاقوا الاسئله سهله يعني لو انتوا بس قايلين الكلمتين دول. فاحنا بنتكلم بقى 4 ل 5. قال 4 ل 5 حلو جدا. بتقولك على مين بقى 4 ل 5؟ لو العيان عنده ديسك يبقى كده 4 ل 5 ضغط على مين؟ على الاقل 5. قال لي 5 دي بتاخد السايد بوستيريور، بعدين تيجي في الرجل تاخدها ايه؟ لاترال، وبعدين تيجي تاخد الفوت منين؟ من قدام والبيك توب. فبالتالي ده هيبقى عنده مشكله في مين؟ في الدورسي فلكشن، عنده ويكنس في الدورسي فلكشن. دي اصعب حته في المذاكره. قال لي 5 بياخد السايد بوستيريور، بياخد الرجل لاترال، وبعدين العيان بيكمل في الدورسه بتاع الفوت والصباع الكبير. فالعيان ما بيعرفش يعمل دورسي فلكشن في الانكل ولا دورسي فلكشن في الصباع الكبير. بعد كده في الريديشن هو بين قال لي 5 واس 1. قال لي 5 واس 1 بتضغط على اس 1، اس 1 ده ابن حلال. فبتلاقي العيان عنده بين في رجله من ورا وبيكمل بعد كده على المنطقه سيرفر بتاع مين؟ على الفوت. والعيان هيبقى عنده مشكله بقى في اني اكشن في رجله؟ لانتر فلكشن. تمام. ومن ضمن الحته دي برضه كنت بركز عليها، عايزكم تعرفوا الريديشن ما بين قال لي 3 ولا 4. الريديشن ما بين قال لي 3 ولا 4 مش كومن دوت. هتضغط على كام؟ قال 4. فلما تضغط على قال 4 هتقول لي العضله المضروبه كوادريسبس. وعضله دايما بحفظها لكم كده. كوادريسبس اسمها كوادريسبس، اسمها كوادريسبس بتاخد منين؟ من قال 4. كوادريسبس ايه الاكشن بتاعها؟ اكسنشن يمين. اكسنشن ايه؟ اكسنشن يمين. ولادنا. بعد كده العيان بياخد الدكتور، فالدكتور بيفحصه كده في الديسك برولابس بحاجه ظريفه قوي كلنا خدناها برضه شفناها في الصور. بيعمل تيست حلو اسمه ايه؟ ريد لاج بيزك تيست. ريد لاج ايه؟ ريد لاج بيزك ايه؟ العيان يرفع رجله كده. لما العيان يرفع رجله كده يجي له بين من ورا، يبقى العيان عنده هنا زي ما يكون سلاش على الدرج بتاع مين؟ الساتيك نيرف. وفي برضه حاجة ظريفة جدا اسمها كلوزد لاج ستريت ليزنج تيست. يعني العيان يرفع رجله مش موضوع، فلما يرفع رجله مش موضوع يبتدي يجيله من فين؟ في الرجل التانية. دي اسمها كلوزد لاج ليزنج تيست. دي برضه معناها ان في ديسك بروليبس، او معناها ممكن يعمل في ديسك بروليبس في سلاش على الدوز. في حتة معرفش قلت ولا لا، في حتة قلت ولا لا. ايوه برو. الستريت لاج ريزنج تيست از رونج سنتر. الستريت لاج ريزنج تيست ده سترونج سنتر، لان في ضغط على مين؟ على سياتيك نيرف. الستريت لاج از رونج سنتر. الجروث از رونج سبيسيفيك. يعني ايه سبيسيفيك؟ يعني الضغطه دي نتيجه وقت ديسك بروليبس. برافو عليك. يعني اعصاب. الستريت لاج سنتر. سنتر يعني معناها ان سنتر بتتلاج بتجيب فلاش على الزاك النيرف. انما جروث سبيسيفيك اكتر. يعني جروث تؤكد جروث او اللي هي جروث ذات دي تؤكد ان الضغط على الزاك النيرف غالبا عشان في وقت ديسك بروليبس. تمام؟ طيب. بعد كده العيان خلاص تقريبا درس خلص. مين كان في سوشيال موست جروث كانسل حاجه طبعا عشان كده العيان نعمل وقت. اعمل ايه في العيان الدياجنوز؟ ام ار اي. احسن حاجه في الدياجنوز طبعا ام ار اي، بيوري ديسك بروليبس، وبيوري ديسك بروليبس،
سبايدر بورد ولا لا. ودايما اتفقنا كده الديسك كلها بتتنقل عليها كونسرفتيف. واهم حاجه في الكونسرفتيف ميجرز هي الويت ريدكشن. اهم حاجه هي الويت ريدكشن ولا الفيزيوثيرابي ولا النايس كرودر. اهم حاجه هي الويت ريدكشن عشان تبقى سيفت كده يعني والتحميل يقل يعني بيقول لك حتى الرنيت بكره ربنا يكرمها وايه؟ وترجع لوحدها. فاهم حاجه في الكونسرفتيف هي الويت ريدكشن. بعد كده بنتكلم على مين يعمل له سيرجري. فزي ما اتفقنا احنا هنعمل سيرجري لو في انتراكتبل بين بنعمل سيرجري لو في انتراكتبل بين وبنعمل سيرجري لو العيان عنده ووتر افكشن او العيان عنده سبتيريك افكشن. وبرضه من ضمن الانديكيشن اوف سيرجري ربنا يخليكم دي تبقى مزودتها ولا ما زودتهاش؟ سباينال انستابيلتي. لو العيان عنده سباينال انستابيلتي في ناس سألوني عن ايه كلمة سباينال انستابيلتي؟ في ضربة؟ يعني غالبا في ناس انت في الليجمنت بتاعت السباينال كورد. ولما نيجي نكتب ريتن احنا بنيجي طبعا بنيجي ريتن هنكتب العملية وربنا يخليكم كده هنكتب الريتن كلمتين انش يعني ايه اللي بتاع العملية؟ ايه بتاع العملية؟ ان احنا نليف البين نليف النيورال ايه؟ كومبريشن وزودنا كلمة قوية أوي أوي زودناها فعلا في التي برضه لو ده بقى في التي عشان انت كلام حلو كده هنعمل ايه في العمليه؟ اتشيف ستابيلتي. هو ده اللي هنكتبه في النظر ايه اللي هينفع اتشيف وات؟ ستابيلتي. تمام؟ وفي العمليه سيمتي باختصار جدا 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 يعني بيشيلوا الحته الارجيتد دي وبعد ما بيشيلوا الحته الارجيتد بيعملوا اتشيفمنت في سباينال وات؟ ستابيلتي يعني بيعملوا في العمليه اتشيف ستابيلتي. والابروش ثلاث حاجات. العمليه اسمها ديسكيكلي. العمليه اللي بتشيل فيها النيوكلس بالبوزز اسمها ديسكيكلي. ممكن تتعمل اوبن ديسكيكلي اللي هو شقه افضل من ورا كده. ودي المكتوب على طول كده لاميليكتومي. عشان بيكسروا حته من الجبن. ولا عايز لاميليكتومي ولا عايز ايه؟ هي العمليه اسمها وات؟ اوبن ديسكيكلي. في اوبن ديسكيكلي وفي اندوسكوبيك ديسكيكلي اللي بتتعمل بالمنظار وفي مايكرو ديسكيكلي اللي بتتعمل بالايه؟ بالمايكروسكوب. يعني السرفايفل ديسك بروليبس مش مهم قوي ان انت تعرف ايه الكلمتين يعني ان اكتر حته فضلت عليها هي كام؟ لا ديسك سرفايفل السرفايفل سي 6 وسي 7 سي 6 وسي 7 فلما ضغطت على سي 6 وسي 7 مين من الجروب اللي افكتد؟ سي 7 فلما سال سي 7 ضغطت عليه هتبقى مين العضله المضروبه؟ كرايسيس. العضله بتضرب كرايسيس ولما بتضرب سي 7 هيبقى فين والباراسيزيا والانسيزيا فين؟ في الصباعين دول اللي هم سكند وصلت فيكا اللي كانوا بيعملوا رقم ايه؟ 7. وبالتالي حته الدرماتوز يعني بتاعت الابر ليمب دي اتهرينا فيها مليون مره اتهرينا فيها مليون مره. الحته دي كانت بتاعت الاوتو شولدر سي 5 والميديال فور ار. الميديال فور ار بالصباع الكبير كام؟ سي 6 والصباعين دول كام؟ سي 7 والصباعين دول بالالنر سايد بتاع الهاند كام؟ سي 8 والحته دي كام؟ سي 1 والحته دي كام؟ سي 2 والحته دي كانت بتتضرب فين الميديال سايد بتاع الارم المره المليون؟ الحين الميديال سايد بتاع الارم كان بيتضرب فيه مليون مره في العمليه بتاعت البريست سيرجري في الاكزيلا لما بنضرب اني نيرف؟ انتركوستو ايه؟ بريكال نيرف. انا كويس هو يدوس على راسه كده ويخلي راسه تحويطه ناحيه السنترس بين. فمثلا لما تدوس على راسه كده تدوس على راسه كده وبعد كده تجيب راسه ناحيه الحته المبوعه فيقول لك اي 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 في الصباعين دول. لما يقول لك اي اي في الصباعين دول يبقى الضغط على مين؟ سي 7. وكان اسمه ايه التست دوت؟ سبيرنج سايد. تمام؟ ده كان اسمه ايه؟ سبيرنج سايد. بعد ما خدنا التست ايوه كان مراجعه لا كان مراجعة من الورد الليل. الورد الليل برضه كان في حاجة اسمها
respondido muchas modiosas, respondido laches. Así que voy a meter para acá, me doy una idea. Que había que estar respondido laches. Respondido laches, diga, trabajaba, me recibió un poco de desloma, lo sería. Y aquí se le paga una voz y está en inglés. De gestern Tag ist mal Wort, sie enthält dafür mit dem Rede, wir haben den Vorgänger. Ist mal Wort, sie enthält dann die Welt. Nini, die Begellung, Spondiru Leises. Elasche Dies, Elibila Abisena, lama jamal Hyper Extension für das Point Kida, Begiru Kessel Stress, Maschur Awe, ist Muin. Spondiru Leises. Spondiru Leises. Respondiu lá e disse, que essa vaga de uma voz na área do Conselho de Vargas, que é isso, a Zénia. O que é como aqui tem um filhão que é esse livro? Me entende como aqui tem um filhão que é esse livro, que já está para alta. E aí, eu vou botar essa filhão que é esse livro, como aqui tem um filhão que já está para alta. Eu tenho que já está para alta. Como para o Vale, que é esse sufício, junto para o Vale. Mas é como aqui tem um filhão que é esse livro. E? A Rebico Vale é a voz, Rebico Vale é a voz. والسبونديرو لايسنس ده في برضه حاجه خدناها دلوقتي يعني في الامسكيو اسمها ايه بقى؟ سبونديرو ريسيسس سبونديرو ريسيسس يعني ايه بقى سبونديرو ريسيسس؟ يعني انتيريو ديسبيسمنت للفيرتبرا عن التحكيم سبونديرو ريسيسس والسبونديرو ريسيسس دي السبونديرو ريسيسس دي كانت بتعمل واحده من الحاجات بتاعت مين؟ لامبر كانالي فيموزس كانت بتعمل حاجه والبيبل على نمبر كانالي ستينوزس لو تفتكروا كنا قريناه في اول السنه بالبيت بتاع الكوديكيشن بتاع الباسكرو ولو تفتكروا يعني كنا بنقول ان البيت بتاع الكوديكيشن بتاع الباسكرو بيزول لما العين يطلع ايه؟ اب هيل انما النمبر كانالي ستينوزس البيت بيتحسن لما العين يطلع اب هيل وبالعادي كده ليه البيت بيتحسن لما العين يطلع اب هيل؟ عشان لما العيال يطلع اب هيل كده بيعمل ايه في الحته اللي اسمها سبونديولايسيس؟ سبونديولايسيس اللي هي طالعه قدام ما هو العيال لما بيطلع اب هيل بيعمل كده بيطوص يعني فبترجع ليه؟ فاهمين ولا الكلام صعب؟ فاهم يا ياسمين؟ ولا لا فاهمان؟ طيب فالبيت بيتحسن لما العيال يطلع ايه؟ اب هيل ايه عندها سؤال في المنظمه بتاع بارس السؤالين اللي عندهم على الحته بتاعت مين؟ الاسمونديرو لايسيس والاسمونديرو ايه؟ ريسيس. نيجي على بريشر سباين. طبعا البريشر سباين هبله انت بمناسبه ربنا يخليكم الناس اللي بتسال. الحاجات اللي هي في ال انا في بيقولوا هو ممكن يكون ريجوليتد فبيقولوا هو ايه اللي بيجي اكتر ام سي كيو؟ البريد تيومر والبريد ابسس والبريشر سباين. والحته بتاعت السكيل. لما تكون زي كله ممكن يجري او تاني ولا كفايه الحاجات اللي بتيجي ام سي كيو اللي انا شرحته النهارده يعني البريد يومان والبريد ابسس والفراكشر سباين والحته بتاعت السكاب ما دون ذلك مع الدكتور عادل اي حاجه ممكن تجري وكلام بيتغير من سنه لسنه يعني كلام بيتغير من سنه لسنه يعني السنه اللي فاتت لما العيال سالوني قلت لهم حاجة مفيدة يعني، قلت لهم بصوا على الضمان تاني، ما تذاكرش في اليورو في الريتر غير الحتة بتاعت الكروما والنيرف ايجن. وده عليا أنا، متأكد واثق من فوز ليه؟ لأن الدكتور منير دماغه كده، بس الدكتور عادل اللي أنا شفته في الامتحانات لقى دماغه مش كروما ونيرف ايه؟ ايجن. لما جاب لهم هيدرو كيرفس وجاب لهم ديسك بروجرام. فاليورو معلش سامحوني السنة دي أي حاجة ممكن تيجي ريتر. الحاجة الوحيدة اللي لسه متأكد إنها هتفضل ام سي كيو قولوا يا رب بس ان شاء الله ما تتفاجئش يعني البريد تيومرز والبريد ايه؟ ابسس والتراكشن سباين والحته بتاعت مين؟ لا مش حته الكروما كلها السكالب بس دول الحته اللي ممكن تيجي ايه؟ ام سي كيو فبتيجي على التراكشن سباين تمام التراكشن سباين الانسترومنت اللي بتعمل تراكشن سباين لو رقبتي اتحركت كده مره واحده اسمها وات هايبر فلكشن تروما او لو رقبتي رجعت ورا كده مره واحده اسمها وات هايبر اكستنشن تروما او راسي عملت هايبر فلكشن وبعدين رجعت هايبر عملت هايبر ايه؟ اكستنشن اسمها ايه التروما دي؟
ويبلاش، او لو اتخبطت على حاجه وقعت على راسي من فوق، طوبه وقعت على راسي من فوق دي اسمها وات اكزيلي لود. او في نفس الوقت لو راسي خبطت في حاجه كده جامد وانا بنط كده راح راسي خبطت في حاجه جامد، دي اللي بيسموها فيرتيكال وات كومبريشن. دي التايبس اوف تروما اللي تعمل فراكشر سباين. مين الموست كومن تروما اللي تعمل فراكشر سباين؟ هايبر فراكشر تروما. الموست كومن تروما هايبر فراكشر تروما. نيجي بقى على كاسر شكل الكاسر. شكل الكاسر، الكاسر بتاع فراكشر سباين بيتقسم يا ستيبل يا ان ستيبل. اي فراكشر سباين، اي ربنا يخليكم، اي فراكشر سباين حتى لو فراكشر في الترانسفيرس بروسس، حتى لو فراكشر في السباينس بروسس اللي ورا، اي كاسر معاه تيل في البوستيريور ليجمنتس، معاه تيل في البوستيريور ليجمنتس يعتبر الكاس ده وات ان ستيبل. مين يا فندم البوستيريور ليجمنتس؟ البوستيريور بتوينال ليجمنتس، انتر سباينس ليجمنتس، سوبرا سباينس ليجمنتس كده احنا مش عارفينها. بس لو في تيل في البوستيريور ليجمنتس بوستيريور مش انتيريور نعتبر الكاس ده وات ان ستيبل. بعد كده في كاسرين مشهورين قوي، في حاجه اسمها كوميونيتي فراكشر وفي حاجه اسمها ويدج كومبريشن فراكشر. ويدج كومبريشن فراكشر يعني بتضرب الطبقات على بعضيها كده من قدام بقت عامله زي التورتايه، بدل ما بتضرب عامله كده الطبقات من قدام نتيجه ويدج فراكشر كده بقت عامله زي قطعه الايه التورتايه. هنا الحته الفراكشر سباين، يا ترى الكوميونيتي فراكشر او الويدج فراكشر ده ستيبل ولا ان ستيبل؟ طبعا لو معاه تيل في اي جبس من ورا نعتبره وات ان ستيبل. بحسبها لك ازاي؟ بحسبها لك بالمقاسات. يعني ايه بالمقاسات؟ في الكوميونيتي فراكشر، في الكوميونيتي فراكشر لو دخل على كلام كومبرومايز اكتر من 40% بيعتبروه وات ان ستيبل. اي كوميونيتي فراكشر دخل على كلام اكتر من 40% بيعتبروه ايه؟ ان ستيبل. طب والوالج يا فندم؟ الوالج فراكشر اعتبروه ان ستيبل على حاجتين، يكون عامل فيرتبرال بودي كومبريشن اكتر من 40%. يعني ايه فيرتبرال بودي كومبريشن اكتر من 40%؟ يعني فيرتبرا مثلا كان طولها 2 سم دلوقتي عند الكسر بقى طولها سم، يبقى ده كومبريشن كام؟ 50% هنعتبره ايه؟ ان ستيبل. او الديفورمتي اللي اتفقنا تبقى كيفوز، الديفورمتي تبقى كيفوز، فالعيان لو عنده كيفوزنج انجل ديفورمتي اكتر من 25 درجه لافتر او اكتر من 11 سيرفايكال بيعتبروا الكسر ده ان ستيبل. انا كل ده بتكلم على اساس ان مفيش تيل في البوستيريور ليجمنتس، لان اي فراكشر معاه تيل في البوستيريور ليجمنتس بيعتبروا الكاس ده وات ان ستيبل. طبعا الكلينيكال بيشر بين والتندنس وما اعرفش ايه والكيفوزس والهبل ده كله، وانت مالك يعني متمسك قوي بحته ستيبل وان ستيبل؟ دي ببساطه جدا، لو الكاس ده ستيبل علاجه يا سرفايكال كولر يا حساب في ضهره. انا بعالج الكاس يا ستيبل يا ستيبل، لو سرفايكال ستيبل على بيسه سرفايكال ايه؟ كولر. لو سوراكو لمبر ستيبل على كيس حزام مبدل، حزام مبدل. هما لو حضرتك كاس الان ستيبل، لو كاس الان ستيبل وسرفايكل الاوزيم دي حاجتين، لو كاس الان ستيبل وسرفايكل الاوزيم دي حاجتين، يا تراكشن كده يتشال في حاجه اسمها ايه؟ لا اسكار فاميلي بقت اوسوليت هالوين رغم ان في الكتاب في الصوره بتاعت السكار تامبيس الكاس اللي بيشد كده بتاع حديد اسمه الو بيت، والافضل طبعا يعملوا هو الدرش والدرنا ايه؟ فيكسيشن. انما الكاس في الصوره كلها بر ريجن لو هو ان ستيبل، لو هو ان ستيبل فيا عم ملوش ذمتي غير هو الدرش والدرنا ايه؟ فيكسيشن. ستيبل سرفايكال يلبس سرفايكال كولر، لمبر يلبس حزام. ان ستيبل سرفايكال او برودكشن انترنال فيكسيشن او الو بيت، ان ستيبل سرفايكال لمبر او برودكشن انترنال فيكسيشن. يعني كل حاجه بتاعت المذاكره، كل حاجه بتاعت المذاكره في الفراكشر سباين دي بس تعرف انت هو ستيبل، تعرف انت وات ان ستيبل. تمام، ده الفراكشر سباين. بعد الفراكشر سباين المهم عندي سباين بيجدا. انا كان عندي في جيت الليكتوزات بتاع
عمل نيورال جروب، وبعد كده النيورال جروب ده لما على بعض فلما النيورال جروب لما على بعضه عمل حاجه اسمها نيورال نيورال تيوب او نيورال كانال. بعد كده النيورال تيوب دي انفصلت، النيورال تيوب كده انفصلت، وبقى لما اخذ السبانر كورد عريان، بقى السبانر كورد عريان في الشارع، مش في الشارع، عريان في الظهر كده. مين يجي يسطره اي حاجه تسطر بيها السبانر كورد؟ مين هيجي يسطر السبانر كورد؟ الميزو ضرب هنا، الميزو ضرب كده هيلف ويبتدي يسطر السبانر كورد ويعمل بالدبره دي كوره. الميزو ضرب بقى وهو بيلف ده ما بتحدش مع نفسه، فلما ما بتحدش مع نفسه عمل حاجه اسمها سباين ايه؟ او عمل حاجه احسن بيسموها الاسم المعقد بتاعها سباين الرد ديسترافيزي. تمام. والسباين بيفدا نوعين، في حاجه اسمها سباين بيفدا او قلطه من غير ريديشن للجيز، يعني بيفدا سباين من غير ريديشن للجيز او سباين الكورد، في نسبتها في عامه الناس 10%. وفي حاجه اسمها سباين بيفدا مانيفيستا، مانيفيستا يعني بسوالي، والسوالي ده بيبقى سيستيك، عشان كده بيسموها سباين بيفدا ايه؟ سيفتيكا او مفتوحه وعملت سوالي، فبيسموها سباين بيفدا وفيرتا. ثلاثة حاجة واحدة، السيستيكا هي المانيفيستا هي مين؟ هي الوبرتا مع عبارة عن نفسها يعني، ده هي اسمها وقلطة عكسها وبرتا. دي بقى بتبقى تلات أنواع. هي هيرنيشن للمنينجيز بس، فده بنسميه وط. منينجو سيل. هي هيرنيشن للمنينجيز مع السبانر كورد، بنسميه منينجو ايه؟ ماينو سيل، ولو كان هنا في القفا يعني طالع بريد فبيسموه منينجو وط. الكفاله ايه؟ سيل او اساسا الاسبانيال كورد بيبقى طالع من الجلد كده. لما الاسبانيال كورد بيبقى طالع من الجلد كده الجلد ما اكلش عليه يعني، فده بيسموه مايلوستيسيس، وده غالبا بيتولد ميت او كومباتبل وزواط وزايف. تمام؟ الموست كومن فورم، انتوا معايا ولا تعبتوا؟ خلاص عرفنا خالص. تمام. وات ده هو هاد كيفز. لا ما حدش يطلب مني عطر عشان انا ميت. هو الواقع في العطر كان ايه لغايه دلوقتي؟ النيه والايه؟ والبديات الجوز. ماشي ماشي اسامحوني. يعني ممكن اللي هو ممكن ما. ما انا بس على فكره عايز اضرب حاجه، هي دي مراجعه عندي. دي مراجعه يعني المفروض الحاجات دي انا عملتها ايه؟ في القصه، فانا يعني لو واحد مني كده رجعوا محبه ايه؟ تسامحوني يعني. ولا اعطيك انا مش مسامحينك؟ لا مش مسامحينك انا. طب انا بقى جاي اقول انا جاي القصه كلها على دي. انا جاي على دي. فانت ازاي ما بتعملش دي؟ فانا نزلت من بيتنا وبطلع كريم وراكبه جاي على دي. فلازم تعمل دي. ماشي فانا يعني بعتذر. امر انك انت جيتي بالسلامه وروحتي بالسلامه. ده في حد ذاته ايه؟ حاجه كويسه. ما لازم تشكر ربنا على اي حاجه. كل دي انجلز كل دي انجلز دي بقى لازم تتعمل. برافو عليك يا مصطفى، برافو عليك. كل دي انجلز لازم تتعمل النهارده عشان دي ما تعملش كوره. اي حاجه غيرها كلها تكمل. ايه الموست كومن فورم اوف سباينال بيفدا؟ يا عويس ايه الموست كومن فورم اوف سباينال بيفدا؟ يا عويس ايه الموست كومن فورم اوف سباينال بيفدا؟ وكفر. لا ايه بقى البوست كومون فور بوست فاينا بيبتا مانيفيستا منينجو ميروسيل. فهمت الفرق بين السؤالين؟ البوست كومون فور بوست فاينا بيبتا منينجو ميروسيل. يعني في 10% من عامة الناس عندهم بوست فاينا بيبتا وغلطة. انا قلت لهم ازاي بقى عندهم بوست فاينا بيبتا وغلطة كده؟ اروح اجيبهم ادور على ظهرهم، ادور في ظهرهم كده زي ما اتفقنا. الناس اللي عندها بوست فاينا بيبتا وغلطة ربنا حط عندها اربع علامات ربانية. مين الاربع علامات الربانية دول؟ دول مهمين جدا. الأربع علامات الربانية إيه؟ ضغط غير، هيمانجيوما، لايكوما، سكين ديبل، سكين إيه؟ ديبل، والهيمانجيوما بتبقى ليه نوع؟ بورت واين إيه؟ ديل، استنى عشان لسه هديكم بقى الخازوق المتين يعني، الخازوق المتين بصوا في الترم الأولاني عندهم فايبروما. عشان عندهم فايبروما تبع النيورو. يا باشا ازيك يا عمر؟ الفكره الاولانيه كده
موسيقى وسط عدلت في الروما كانت في البيزيكا يعني يقولوها كده سريعة أنا شرحتها مرتين على فكرة بس بقول لي لا إن برضه اليورو في الروما تبع اليورو وعلى فكرة عايز أقول لكم حاجة لو عايز أقول لكم حاجة هتلاقوا سؤال في امتحان عن اليورو في الروما ولما جاش في امتحان سؤال عن اليورو في الروما حد كل واحد 100 جنيه مش حلوة
فحاولوا ايه يعني ربنا يديكم الصحه كده لو عاوز يعيشوا كلكم تانيين يعني. على صوره هي فين؟ انا مش قدام الاسره دلوقتي. العيال طبعا لازم يعمل عمليه
والعمليه المفروض تتعمل اسوبس اسكل والعمليه دي بيرجعوا البيت من الجيت لجوه يعني ويبنوا ديفاكتك حته من اللمبر ايه فاشيه وخلصنا بعد كده نحط الرايزو كيرفز بتاع الرايزو كيرفز ايه ده بيجي الاسبان الفوتيجي في ربع ساعه على ابو الرايزو كيرفز لا يا عم ولا ابو كيرفز اصل حد يقول لي انت ما قلتوش ولا حاجه فبتعمل الاطفال ما تعملوش الاطفال هتيجي جريفن وغالبا هيجي جريفن تاني في هايدرو كبرس في العيال في هايدرو كبرس في الكبار عشان مع بعضين احنا نبتدي بالهايدرو كبرس فنعرف ان في حاجه سي اس اف وسي اس اف ده بيتكون فين؟ في اللاترال فيتيكال بيبتدي يتكون من السالفه اللي هي لايف كرويد ديفيس الموجوده في اللاترال فيتيكال تمام؟ لاترال فيتيكال ولاترال فيتيكال من اللاترال فيتيكال بيروح للسيلف فيتيكال بالفورم رباط مونرو او الفورم عندي الفورم اللي هو مونرو تمام؟ من اللاترال فيتيكال الثيرد فينتريكل والفورم رباطو من الثيرد فينتريكل بقى الفورس فينتريكل بالكنال المشهوره بتاعتي دي الكنال المشهوره بتاعتي دونال بوسيبيس وبعد كده من الفورس فينتريكل الفورس فينتريكل بيطلع 1 ميد لاين فورامين و 2 لاترال فورامنا اسمهم فورامنا اوف لوشكا وايه؟ وماجنتي وبالمناسبه ماجنتي واحد ولوشكا اثنين ماجنتي واحد ميد لاين فورامين واحد ماجنتي ولوشكا اثنين بنروح بقى باني سبيس بالصبر اكنودي سبيس وبعد كده يقعد يعوم في الصبر اكنودي سبيس لغايه ما يحصل له ابسوربشن في حاجه اسمها اكنودي لاي الاكنودي لاي دي موجوده برضه في الصبر اكنودي سبيس تاخد سي اس اف من الصبر اكنودي سبيس الاكنودي لاي دي ترميه على الدول فيها سي ساينسز وده السيركوليشن بتاع الهايدرو كيرفز الهايدرو كيرفز في منه في الكبار وفي منه في الصغيرين وفي منهم الصغيرين بنقسموا حاجه من الاثنين في حاجه اسمها نون كوميونيكيتنج هايدرو كيبرس وفي حاجه اسمها كوميونيكيتنج هايدرو كيبرس والنون كوميونيكيتنج هايدرو كيبرس هو ده نص حاجتي النون كوميونيكيتنج يعني قافله في الفنتريك ريزيستنت نفسه القافله في الفنتريك ريزيستنت نفسه عشان كده النون عشان كده سموه نون كوميونيكيتنج عشان السي اس اف ما بقاش كوميونيكيت مع نفسه فين؟ في الديفرنت سيستم. امال يعني ايه كوميونيكيتنج هاد كيفلس؟ الكوميونيكيتنج هاد كيفلس هو القفله بتبقى في الليفل بتاع السفر اكنولد سبيس او بعد مرحله الفورس ايه؟ فيرتيكال ولا تهيب؟ حبيبي النون كوميونيكيتنج هاد كيفلس بتبقى القفله في الفنتريكولار سيستم. بس سي اس اف داز نوت كوميونيكيت مع بعض. لما القفله تبقى في السفر اكنولد سبيس لما القفله تبقى في السفر اكنولد سبيس والسي اس اف بيكومنيكيت مع بعضه في الفنتريكولار سيستم بيسموها ساعتها وات كوميونيكيتنج معايا ولا مش معايا يعني بالبلدي كده لو في سبايدر كورد تيومر ده بيعمل كوميونيكيتنج ولا نان كوميونيكيتنج كوميونيكيتنج عشان هتلاقي هتبقى فين الزمر كلودي سبيس لو في مننجايتس ولا انكفالايتس ولا الهبل ده كله بيعمل كوميونيكيتنج ولا نان كوميونيكيتنج كومبليكيتد لو في تيومر طلع في السيرد فنتريكل او الفورس فنتريكل او الكندايموما او الجلو بلاستوما ده بيعمل كومبليكيتد ولا نان كومبليكيتد؟ نان كومبليكيتد يعني بتختار انت الاثنين وفي الامتحان بيني وبينكم يعني الامتحان بيني وبينكم يعني لما تيجوا تكتبوا الكاميرا هات الديفرنس مفيش يعني حسواكه وتقعدوا تكتبوا جنب كل نوع هو وات كومبليكيتد ولا نان كومبليكيتد عشان برضه مش هتخلص يعني انت بس قول لي انا حاطط في كومبليكيتد وفي وات نان كوميونيكيتنج وبعدين كل الاسباب طبعا الموست كومبوز الموست كومبوز في العادي بيعمل هذا الكبرس اللي بيبقى فيه ابستراكشن على تاني ليفل الاكتوداكتو سيرفيس زي الاطفال تمام هي دي عم تظهر حاجات اللي بتعمل هذا الكبرس اكرو جاري مالفورميشن الاكرو جاري مالفورميشن دوت بيبقى السيربيلم والفورس فنتركل فيهم داونورد ديسبيسمنت شويه فالفورم الباقنر بيبلد بيبقى على مين شويه يعني؟ على الفورس فيتر. الفورم الباقنر بيبلد كده بيبقى على الفورس فيتر تمام؟ وكان في دانتي ووكر سندروم. الدانتي ووكر سندروم ده
can be assessed with validation. Before symmetrical behavior. Be assessed with validation before symmetrical behavior. وبعدين والله ممكن يمكن هنا يحصل radiation للفيرتيكال فالوسي. يعني الفالوسي نفسه ممكن يفضل الفيرتيكال هيحصل له radiation بالضبط. Meningitis, brain tumor, subarachnoid hemorrhage. كل الحاجات دي برضه ممكن تعمل هايبر ايه؟ تيفلس. لما نيجي نتكلم على هايبر تيفلس بنتكلم على العيال الصغيره دي سواء قبل قفله الفونتانيل او بعد قفله الفونتانيل. قبل قفله الفونتانيل دي اللي هي تنسى فونتانيل واتبنوا بيها وفيزبل جيتس في الاسكان وستريتشد السكيم بتاع الاسكان. انت معايا ولا لا؟ الحاجات بتاعت الاطفال دي وتنسى فونتانيل والاي نازله لتحت عامله حاجه اسمها وقت سان سيتي ابييرنس والاي نازله لتحت دي ما كنتوش عارفين السان دي من اطفال وفي ناس كانوا عارفينها وفي الاسبوع بقت اسمها كان اسمها ايه سان دي لما الاي تنزل لتحت بيرينوسايت بيرينوسايت تمام وليه عندهم كان عندهم بيرينوسايت عشان انت تلاقيها فراشه كان ضغط على حاجه اسمها التكتم. التكتم دي في البيت برين جنب السيرف برينيال نيرف نيوكليس برضه. اللي هي بارانسز يعني في السيرف برينيال نيرف فالعين بتنزل ايه؟ لتحت. بعد كده لو الواد كان بعد قبل الفونتانيل هيبقى عنده هدف وهو دي كومبلينت فيجن اللي هي مانيفستيشن اوف انكريز انتراكرينيال ايه؟ داشن يعني. طبعا الهايبوكيفلس تمام ممكن نعمل اكس راي فالاكس راي بتبان كده الاسكان اللي هي ابتدت تتفتح والضغط اللي عليها بحاجه اسمها زيبر بيتن ايه؟ ابيرنس ده في الاطفال الاكبر في الاطفال الصغيرين بعدهم وايدنج في الفونتانيلز يعني وطبعا احسن حاجه في الدايجنوز لازم الواد يعمل ام ار اي عشان ام ار اي بتطلع فيها الجبرس وبتطلع باثولوجي برضه بتطلع باثولوجي برضه بعد كده في العلاج دايما عمليه العلاج دايما عمليه في الهايدروجبرس العلاج دايما عمليه والعمليه بتبقى شنط والموست جوه الشنط طبعا هي الديكلوات بروتونيال شنط الديكلو بروتونيال شنط والشنط ليها كومبليكيشن بيسالوا فيه في الامتحان انفكشن وايه؟ وانفكشن زي ما انتوا عارفين ولو في انفكشن في شنط لو في انفكشن في شنط لازم تعمل يعني بيسالوا السؤال ده في الام بي لازم تعمل مع انفكشن الشنط الجيل ويتعمل بالتوبلوستوم لمده اسبوعين بالتوبلوستوم يعني طلعوا انفكشن على بره او سي اس اف على بره او على الكيس يعني درين يعني يعملوا بالتوبلوستوم تو درين الانفكشن وبعد كده بعد اسبوعين يركبوا له واحده جديده فين؟ الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه بعد كده الشنط ممكن يحصل فيها ايه؟ اوبستراكشن ولو الشنط حصل فيها اوبستراكشن والدروب المانجمنت بتاعها كانه عقد الامتحان ريفيجن اوف ذا شنط هنرجعها تاني كده نشوف مسدوده فين ويسلموها ولا يدوها او تكبر الكلوز موت ريفيجن. في علاج جديد في علاج جديد في الهيدروجيفرس مهم قوي 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 اسمه ايه بقى؟ اندوسكوبيك سيرفد بالتوبولوز اندوسكوبيك سيرفد بالتوبولوز اندوسكوبيك سيرفد بالتوبولوز ده بنركبه مفهومه كده من السيرفد بالتوبولوز على السبر كود سبيس على طول عشان يعدوا لفه تعبيه الاكتو سيبلس والهبل ده كله ان الموست كومن هبل بتبقى عند الاكتو سيبلس ده دي مخصوصه لحد تقفل الاكتو بيحطوا انبوبه كده صغيره من السيرت فينتكل لغايه السفر الكون سبيس بس العمليه دي طبعا هايله العمليه دي طبعا هايله ايه العيب الوحيد بتاع العمليه دي؟ ما تنفعش لو الولد اصغر من سنتين ليه ما تنفعش لو الولد اصغر من سنتين؟ عشان تصور الكود سبيس بتاعه مش لسه واد الغرب بتحط فيه حاجه. تصور الكود سبيس بتاعه صغير. العمليه دي هايله بس ما تنفعش تعمل في العيال اقل من سنتين. بعد ما خدنا هايدروكيفلس ان جيندر هناخد هايدروكيفلس ان وات؟ ان ادلت. تمام. الهايدروكيفلس ان ادلت برضه نوت كومبليكيتنج او كومبليكيتنج. نوت كومبليكيتنج طلع لي قفله فوق يعني ايه طلع لي قفله فوق؟ بوزيتيف فوسا تيومر ايبين دايموما بريد تيومر ابدكت ستنوزز بس هتيجي اي حاجه غير ان هو كونجنتال برافو عليكم ايبين دايموما في فينتكلز
يعني يبقى كده يبقى ده مور فينتريكلز او ضغط الضغطومه او مصدر فرصه ايه تيومرز. بعد كده هنتكلم على الكوميونيكيتي. الكوميونيكيتي بتبقى لافه فين؟ في السفر الكوني سبيس. ايه اللي جاب لافه في السفر الكوني سبيس؟ هيموريج جدع. ايه تاني؟ انفكشن ولا غير اللي بيعمل تيومر بالظبط؟ ايديوباسيك تيومر في السبانال كور. يعني ايه تيومر في السبانال كور؟ اكس رايزر تيومر. لما تيجي سلايد زي تيومر نازل وتعلم مرفوع بتعمل ايه؟ يعني تيومر في السبانال كورد. ادي بقى نفس الكلام. اكس رايد زي تيومر يعني تيومر في السبانال كورد. عنده كبده زي العضل. عنده كبده زي العضل هي اكيوت يا كرونيك. عنده كبده زي برو كده. عنده كبده زي العضل في الاكيوت يعني اكيوت فايس انترنال بريشر يعني ادي بوفونتي موبيل بروفيجن. الهايدو كيرفز كرونيك الهايدو كيرفز كرونيك يعني زي كرونيك سابيور يعني سيربر هايبوكسيا يعني بيعمل سيربر بروفيجن بريشر. فتلاقي الواد عنده ايه لو عنده كرونيك هايدو كيرفز سوربر سيربريشن منتال كونفلوجن هتلاقوا بالظبط السيمبتومز ولو انت مذاكرها كده. الاكيوت رايز هادي ممكن تلف فيجن. الكرونيك رايز بيعمل حاجات شبه كرونيك سابيورا يعني ميموري لوس يعني مش عارف ايه انت بيمشي بتاعه وتتكلمه ما يردش. تمام. انفستيجيشن طبعا مين احسن انفستيجيشن؟ سيتي سكان وايه؟ وار اي. في الكبار بقى في نوعين من الشط وفي شط بقى في الابر هاند. في الكبار لو هي كوميونيكيتي لو هي يعني قافله فوق بيعملوا له بالتنتو بروتينال شط. الكبار بقى في الكبار على فكره بتبقى ميني في الكبار قصدي بتبقى ميني قافله في الصبر الكون سبيس. انتوا معايا ولا انا بقول اي كلام وانتوا ضايعين؟ انا بقول اي كلام وانتوا ضايعين. يعني لو القفله فوق هيعملوا وطن بتفتكروا في الكبار شنط. انما الكبار غالبا القفله ممكن تبقى في الصبر الكون سبيس. فعشان القفله في الصبر الكون سبيس بيعملوا لطن في الكبار شنط. كلمتين بقى عن مين عشان نلم ليه ده؟ سبايدر كورد انجري تي يلا. قالوا دي ام سي كيو. ايه؟ القطر القطر على حسب اللفه فين؟ لو لفه في سفر كورد سبيس ممكن انزل اخد من سفر كورد سبيس فوق الاكتر شويه كمان يعني مش لازم اخد من الافوم. القطر ممكن اخد من سفر كورد سبيس. اللي مؤخر الافلام لو سفر كورد سبيس. بتعود سبايدر كورد انجري. بقول لمجدي يقول لي عبد الروف ان انا ايه؟ ان انا هقول عليها كلمتين يعني. اقول له ايه مهم في السكوت دي يعني مش تو. هما كلمتين اللي يجوا مش تو. اللامو بروتينيال صف دي كل الناس عماله تسال على لامو بروتينيال شط. بدل الانزيم بروتينيال بدل ما بيحطوا الانبوبه في الانتيكال سيستم بيعملوها في الصفر الكون سبيس في على اساس ان معظم الافلات بتبقى في الصفر الكون من هنا يعني فاهماني في الصفر الكون من تحت. فهم بدل ما يدخلوا في البنت كده يدخلوا في الصفر الكون ايه؟ سبيس. بس في العيال غالبا القلب فوق فاهمة؟ والله انتوا فاهمين حاجة والله. لأن في الكبار الكبار بتبقى غالبا القلب في الصفر الكون سبيس هنا. انتوا فاكرين طالما لعبت في صور الكلوني سبيس صور الكلوني هيموريج من الجايتس وبتاع ليه احط الانبوبه من فوق؟ انا ممكن احط الانبوبه في صور الكلوني سبيس جاست فوق مين؟ جاست فوق ايه؟ القفله. عشان كده في الكبار ممكن يعملوا حاجه اسمها لامب وات بروتونيال شنط. ما علينا. في السبايدر كورد هناخد الاتي. في السبايدر كورد هناخد الاتي معروف على الفكره اللي بيحبوها. اول حاجه اللي هي بيحبوا البراون سيكور سندروم. البراون سيكور سندروم ده خدناه فين ده؟ نسيولوجي بنات في سنوات ثانيه. خدناه في كل حته البراون سيكور سندروم ده. البراون سيكور سندروم اللي هو ليميت ترانزاكشن في سبانال كورد.
سكشن يعني نص مقطوع بالطول يعني فالان هيبقى عنده امسيلاترال بريزز الان بيبقى عنده امسيلاترال بريزز وامسيلاترال لوس للبوستيريور كولاب سنسيشن كل الناس مش عارفه ايه البوستيريور كولاب سنسيشن مين البوستيريور كولاب سنسيشن الفاين تاتش والبروبروسبشن والبالظبط بروسس بوزيشن والفايبريشن اللي ممنوع بتاعت وتو بوينت ديسكريميشن عاملين تو بوينت ديسكريميشن اللي هو تحس بشكل ولا شكل ايه اه تو بوينت تمام والفاين تاتش والفاين تاتش اللي هو ايه لو لو خلاص الدبوس مش ورقه الحاجات اللي لا 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 هو اللي حبيبك
في اللايف تاتش اللي كان بيعدي فوق بيعدي من الستارز ده بتراك من على جنب واللي بيعدي في الدورسال كولا بيعدي في الستارز ده بتراك من على جنب مش الدورسال كولا والستارز ده بتراك شول معلش يعني معلومه بتاعتي منها طيب بعد كده بقى نيجي على الكمبيوتر سيشن يعني الحاجات اللي هتذاكرها بس كلمتين بتوع الرام سيكول والكلمتين بتوع الكير بول سيندروم العامل عنده باي لاترال باريسز وباي لاترال لوس للحاجات بتاعت الاسبانج سلامك تراك الاسبانج سلامك تراك اللي بين البيت والتمبرشر واللايت تاتش اللي هو كرو تاتش اقول كافي ولا طيب ايه بعد كومبليت ترانزاكشن عشان نخلص الكومبليت ترانزاكشن لما الاسبانر كورد بتقطع لما الاسبانر كورد بتقطع العين اول ما الاسبانر كورد بتقطع بيدخل في حاجتين هاي بوتنشن وفلاسيد بالانس اول ما الاسبانر كورد بتقطع العين بيدخل في هاي بوتنشن وفلاسيد بالانس وبلادي كارديا وبلادي كارديا ده اللي اسمه سباينال شوك لما الاسبانر كورد بتقطع كومبليت ترانزاكشن العين بيدخل في حاجه اسمها سباينال شوك سباينال شوك يعني هاي بوتنشن برادي كارديا وفلاسيد باراليسيس وبلادر اتوميك بلادر اتوميك اربع حاجات اقولهم تاني هاي بوتنشن برادي كارديا العقل بقى كومبليتلي فلاسيد البلادر مش شغاله اتوميك بلادر تفتكروا ايه اللي عم يطلب هاي بوتنشن وبرادي كارديا ما فيش الفاسادك فلو ما فيش الفاسادك فلو من سبانر كورد مش اسم فاسادك كله صراخ ولمبر يا رب وفاكرين اسم فاسادك كله كان صراخ ولمبر والبارس الفاسادك كان واطي جرين وسكرال فلما سبانر كورد بيحصل فيه كومبليت ترانسكشن العام ما بيقدروش عنده سيمباثيتك سيستم خالص فالعام بيبقى عنده هاي بوتنشن وبرادي كارد ودايما هنا بيسالوا سؤال غريب قوي 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 لو عندي عيان مثلا كل تروما يعني عندي كل تروما والعيان اللي عنده كل تروما دوت لقيت ضغطه 80 40 يفرق ازاي من سباينال شوك وهايبوتنسيف شوك؟ البلازر او هايبوليمك شوك ازاي فرق من سباينال شوك وهايبوليمك شوك؟ تابي كارديو وبرادي كارديو يعني لو هايبوليمك شوك يبقى عنده هايبوتنشن وايه؟ وتابي كارديو لو سباينال شوك يبقى عنده وات؟ هايبوتنشن وبلادي كارديو الحته دي مهمه قوي اول ما الاسبانر كورد يتقطع العام بيدخل في اربع حاجات هايبوتنشن بلادي كارديا اتوني بلادر فلاتيلتي بعد اسبوعين ثلاثه بقى بعد اسبوعين ثلاثه بقى العام بيبتدي البلادر دي اللي كانت اتونيك ركزوا مع امي ربنا يخليك تتحول اوتوماتيك وعلى فكره اتونيك بلادر بيسموها كمان فلاسيد بلادر لما انا كاتب اتوني بلادر هي كلاسيد ايه؟ بلادر انا كاتب اتوني ولا بلاسيد؟ بلاسيد بلاسيد بلادر اللي هي اتوني بلادر ما علينا بعد كده بلادر بتتحول اوتوماتيك والاعياد بعد اسبوعين ثلاثه بيوصلوا في حاجه اسمها سبلاستيك بلانسز بقى اللي هي بتاعت الابر موتور نيورون ايه؟ ليجن ماشي ايه علاج بقى الاسبانر كورد ده؟ ايه علاج الكومبليت ترانزكشن بتاع الاسبانر كورد؟ تفتكروا انتوا علاج ايه علاج الكومبليت ترانزكشن بتاع الاسبانر كورد؟ هو بيبقى هايبر تايم يعني انا هقدر اسيب يعني عندي على ايه؟ فيزيو ثيرابي ولا لسه في حاجه مهمه وبال ثانيه واحده وناخد بالنا من بال سورس ونقلبه ونجيب له نشايات ابيليشن ونجيب له ويل شير وهذا العلاج بتكلم كده والعادة لازم بروفلاكس اجنت الدي في دي تمام وكيد البلادر اذا العادة عامل بلاتونيك بلادر فلازم نركب له ايه في بلاتونيك بلادر دي اخطارا بعد كده كل العيان كل الكير بسيط التركه بقى اللي عليها السؤال كله التركه اللي عليها السؤال كله التركه اللي عليها السؤال كله حته اللعب والكورتيكو سترويدز التركه حته اللعب والكورتيكو ايه؟ سترويدز العيان لازم ياخد كورتيكو سترويدز اون ذا سبوت. تفتكروا ايه الهدف بتاع كورتيكو سترويدز؟
يعني ايه لو في كومبليت ترانزكشن في السباينال كورد انا عايز اديله كومبليت كنترول. وصلت اندوكريتيشن؟ يعني كومبليت كنترول دي اهم حاجه. الدرجه ليها حسبه طبعا ما تحفظوش الدوزز يعني ايه ما تحفظوش الدوزز؟ يعني بيقول لك اللي هيبصوا كما تقول ايه الولد لو العيان جه بريزنتد لو العيان جه بريزنتد فاول ساعه بياخد الكونتينوس فويس يوم واحد. لو العيان جاي بريزنتد بعد 3 او 8 ساعات من هجري بياخد الكونتينوس فويس لمده يومين. هتفهم حاجه؟ يا دي النيله الكونتينوس فويس في السبانال كورد انجري ليها ميجر رول. عرفت ايه الرول بتاعها؟ وليها حسبه كده في الكلوز. يعني ايه؟ لو العيان جاي بريزنتد في اول 3 ساعات يعني لسه الترانزكشن طازه ما كملش قد ايه؟ الترانزكشن ما كملش قد ايه؟ 3 ساعات تقريبا بياخد الكونتينوس فويس يوم واحد. كل 8 ساعات لمده يوم واحد. لو العيان بريزنتد من 3 ل 8 ساعات تقريبا بياخد الكونتينوس فويس لمده قد ايه؟ يومين او 48 ساعه. لو العيان جاي في السبانر كورد الحته دي مهمه. لو العيان جاي في السبانر كورد انجري اوريدي عدى 48 ساعه ما يخش كونتينوس فويس. ملهاش رول خلاص. ملهاش رول لو العيان عدى 48 ساعة ملهاش رول خلاص. تمام. ممكن بقى تلاقي الرول بتاع الكورتيكوس رويس. الرول بتاع الكورتيكوس رويس ان كتير جدا 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 يبقى عندهم السبانر كورد انجن دي مش هتجيب تتروما نفسها. مش يعني ما حصلش ايه في السبانر كورد؟ اقطع نفسها. هو التروما ركزوا معايا انا ربنا يخليكم. التروما نفسها عملت ديما والديما نفسها اللي حوالين الكورد دي ابتدت تقفل عقبه البلوس سبلاي. ابتدت تقفل عقبه البلوس سبلاي. فهم على امل انها ما تبقاش ترانزكشن تبقى ايه في السبانر كورد؟ اسكيميا. يبقى اسكيميا. فعشان كده لازم يدوا كورتيكوس رويس فظيعه عشان يعملوا مين؟ الديما. لا دي ما تكتبش دي تتفهم ما تديهاش انت بتتعب تديه بالعب جاي من كورتيكوس رويس. انا عايز بس افهمكم يعني ليه كورتيكوس رويس حاجه ايه في السبانر كورد انجري مهمه جدا 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 جدا. وطبعا هنا بقى كانت المعلومه ليه ما تجيش كورتيكوس رويس بعد 48 ساعه؟ لا عشان خلاص حصل ايه في البلوت بس؟ اللي دي ما قفلت البلوت بس. اللي دي ما قفلت البلوت بس خلاص بعد 48 ساعه. لدرجه برضو عايز افهمكم حاجه. العينين اللي بياخدوا كورتيكوس رويس لو كانت التروما ما هياش ترانزكشن الرب يفهم انا بقول ايه. لو كانت التروما ما كانتش ترانزكشن كانت بس اللي دي ما دخلت البلس سبلاي العينين دول يوم يمشوا ثاني يوم او ثالث يوم. لدرجه اتوصفوا من كتب دول العينين اللي بيهم يمشوا على مين؟ على الكورتيكوس رويس. حصل لهم حاجه اسمها ميليكولوس ريكفري. يعني ايه كلمه ميليكولوس ريكفري؟ معجزه. العيان مشلول وحصل له بعد 48 ساعه. قام عشان ما كانتش هي الترانزكشن كانت وات؟ قديمة عند اسكيميا. فعشان كده كورتيكوس رويز ليها دور جامد قوي. ده غير برضو عايز افهمكم حاجه دي يعني ماسك كورتيكوس رويز وايه؟ وماسك فيها يعني وساب كل الباقي ليه بقى؟ لان برضو عايز افهمكم حاجه حتى لو في ترانزكشن الترانزكشن ممكن يبقى على ليفل يعمل له مثلا وات؟ بارابليجيا. بس الديما والهيماتوما اللي حواليه ممكن تطلع بالانجري ليفل ايه؟ اعلى. فهمتوا الفكره؟ فعلى الاقل اضمن في الكورتيكوس رويس دوت ان عند الليفل هتبقى الديفورمتي مش هطلع بيها الليفل ايه؟ اعلى. فعشان كده كورتيكوس رويس مهمه جدا. لو العيان جاي في اول 3 ساعات ياخدها يوم. لو العيان جاي من 3 ساعات ل 8 ساعات بياخدها يومين. لو العيان جاي بعد 48 ساعه ملهاش وط رول. اتكلوا على الله. ايه؟ لا احنا اللي خلصنا. طبعا والله كل ده صغير بس